النهاردة المصريين أثبتوا إن هم فعلا قد التحدي، كثافة في اللجان في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فتح باب اللجان انتظم بشكل طبيعي، بعض اللجان تأخر فتحها من 40 إلى 45 دقيقة، لكن الساعة 10 إلى ربع كان كله يعني كل اللجان مفتوحة وفي سلاسة في الدخول وعملية التصويت، ولم ترصد الهيئة الوطنية للانتخابات أي خروقات أو أي مشاكل، وكانت على الموعد دائما في هذه الانتخابات. شفنا في اليوم النهاردة في الاستفتاء زي ما المصريين في الخارج أبهرونا بكثافة النزول والمشاركة في الاستفتاء أمام كل دول العالم، النهاردة المصريين في الداخل أيضا أبهرونا بهذا الحشد. شفنا العائلات، شفنا الأطفال، مسؤولين كبار على كافة المستويات بيصطحبوا أبنائهم وأحفادهم زي الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار. الرئيس السيسي كان أول من قص شريط الاستفتاء في مدرسة مصر الجديدة، وأيضا السيدة قرنته. النهاردة شفنا حاجات كتير جدا يعني تبعث على الفخر، شفنا الأغاني الوطنية والأعلام المصرية، وده كله كان في وجه كل الجماعات المتطرفة التي لا تريد استقرار مصر ولا يعني تعبر إلا عن مصالحها فقط. اليوم المشاركة في الاستفتاء ردت على كل الشائعات وكل الذين يعني بيحاولوا ان هم يهدموا هذا الوطن او يشككوا المصريين في قدراتهم. شفنا كم اللجان الالكترونيه للاخوان اللي بتحاول ان هي تسفه من هذا الاستفتاء، لكن شفنا في المقابل على مواقع التواصل الاجتماعي ان الاستفتاء واخد ترند الاول واقبال كثيف من كل مكان. المراه كان ليها دور كبير، وكما ابهرتنا في استحقاقات سابقه ابهرتنا اليوم في الاستحقاق الاستفتاء المرأة، اللي هي التعديلات الدستورية مكنتها أكتر وأكتر 25% في المجالس النيابية، وأيضا الشباب كان ليهم دور كبير جدا، وحشد العائلات شفناه في كل مكان في لجان مصر. النهاردة ست سيدة مسنة عندها 125 سنة في محافظة مطروح بعثت برسالة لكل الشباب اللي هو قاعد ممكن يبقى في بعض بيحاول ان هو ييأسه او يخليه ما ينزلش في التخبيات، وقالت ان هي نزلت عشان احفادها. اذا نحن جميعا نصنع مستقبل مصر، وانا اتحدث عن مصر المستقبل، ولا يعني نفعل اي شيء لصالحنا احنا فقط ولكن للاجيال القادمة باذن الله. متوقع ان النتيجة وفقا للتصريحات الرسمية اللي خرجت عن الهيئة الوطنية للانتخابات تكون قبل يوم 27 من ابريل الجاري. شكرا لكم.